الناس اللي كانت تقول لها جماعه الرجاليه كنهضر على الجمهور ديال الميلان. اهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء من قلب مركب محمد الخامس. اجواء رهيبه جدا، اجواء رمضانيه رائعه، اجواء اللي العديد من الجماهير كتعشقها رغم ما كاينش حضور وازن للجماهير الرجاويه كما معودين دائما. يعني كيف كتشاهدوا امامكم في الصوره، فقط الكورفا السود المكان المخصص للجماهير الرجاويه هو اللي ممتلئ، لكن كنعرفوا الكل يعني فقط كينتظر اذان الافطار هنا مركب محمد الخامس باش يفطر داخل المدرجات. يعني هذه هي الجماهير الوفيه والعاشقه للكيان الاخضر، يعني اللي كتمشي معاه فين ما مشى، اللي كتشجعوا ما كتش رغم البلاغ اللي خرج ان اصحاب بطائق الاشتراك لازم عليهم انهم يخلصوا التيكي باش يدخلوا في المباراه. هادشي اللي كان الناس قطعوا التيكيات ديالهم باش يدخلوا لهاد المباراه. يعني كاينه فئات قليله ديال الجماهير الرجاويه ب زون 3 وزون 2، لكن هاد الناس جايين وجايبين وليداتهم معاهم لانهم كيعجبهم هاد الاجواء وكتعجبهم هاد الروح وهاد الاجواء الرمضانيه اللي كاينه بمركب محمد الخامس. يعني شوفوا معايا كاين عائلات رجاويه، يعني زون 2 فارغه من الجمهور الرجاوي، يعني فقط المكانه هي اللي جامعه الجماهير الرجاويه، المكانه هي اللي غادي يفطروا فيها الجماهير الرجاويه. كتبقى الدار المنطقه المخصصه لبعض الجماهير الرجاء حتى هي شبه فارغه. زون 6 المكان المخصص للجمهور الودادي هي مغلقه نهائيا، يعني ما كاينش اللي يقدر يدخل ليها. كورفا نورد او فريميجا زون 4 فيها الجماهير الرجاويه حتى هي بفئات قليله اللي غادي تفطر. يعني فقط كيبقى هذيك الاجواء الجميله والرائعه اللي كيعشقوها الجماهير سواء رجاويه او وداديه او مغربيه بعامه، انهم كيجيو مركب محمد الخامس دائما في شهر رمضان وكيتبعوا المقابله باش يفطروا ويستمتعوا بديك الاجواء الجميله. وانتم كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في امامكم على الصوره هاد الجماهير كتنتظر فقط رفع الاذان المغرب باش يفطروا مع الاصدقاء ديالهم. يعني تحيه كبيره لهذا الجمهور اللي خلى المنزل ديالو، اللي خلى العائله ديالو، كاين اللي خلى الام ديالو والاب ديالو وجا كيفطر مع الاصدقاء ديالو هنا بمركب محمد الخامس. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني اجواء جميله جدا صراحه، رغم كاين فئات قليله ديال الجماهير الرجاويه، لكن هذا هو الجمهور الوفي اللي كيعشق نادي الرجاء والرياض. يعني شوفوا معايا الكميه ديال الجماهير اللي حاضره، بقات تقريبا دقيقه على اذان الافطار، حضور غفير. يعني جاوا باش يتابعوا المباراه من المدرجات وهما كيفطروا في هذا الاثناء باش ما يكونش داك الازدحام وداك الاختناق في الابواب. يعني بزاف ديال الناس جاوا بكري باش اللي كيف شرط لكم ان بزاف ديال الناس جاوا بكري باش يفطروا هنا في الملعب. هذا الشيء اللي كتشوفوه حضور وازن ديال الجمهور الرجاوي، يعني مازال الجمهور غادي يجي بعد الافطار، لكن هذا الجمهور كيعشق انه يجي
يعني الجمهور كيعشق انه يجي للمدرجات ويفطر في المدرجات، لان ماشي على ماشي على طول السنه، يعني ماشي على طول السنه كيكونوا هاد الاجواء هذه، يعني فقط كاين شهر وهذا الشهر فقط كيكونوا فيه مباريات قليله، هذا الشيء اللي كيخلي بعض الانصار الرجاويه ان كتعشق هاد الاجواء الجميله والرائعه. تحيه كبيره لجميع المنظمين، تحيه كبيره لرجال الامن لانهم كيسهروا على راحه الجماهير. يعني كنحييو كذلك العائلات اللي جاوا باش يتابعوا المباراه، يعني شوفوا معايا الجماهير الرجاويه ما كايناش بزاف هنا بمنطقه اثنان، يعني الا جينا نهضروا فقط كاينين في فريميجا او عفوا متواجدين بالمكانه. يعني شوفوا معايا حضور غفير ديال الجمهور الرجاوي بالمكانه، وما بقاش الا تقريبا دقائق قليله على اذان المغرب باش الجمهور الرجاوي يفطر هنا بالمدرجات، وعاد باش غادي تبدا ديك التشجيعات الجميله والرائعه، وحتى اللاعبين غادي يطلعوا باش يديروا الاحماءات ديالهم، وغادي يطلعوا كذلك باش يسلموا على الجماهير الرجاويه. يعني كنحاول نوصلوا لكم الصوره، يعني الملعب غير ممتلئ عن اخره، لكن حضور اوفياء ديال الجمهور الرجاوي. اليوم كاين مباراة ديال فريق الرجاء امام سيمبا تنزاني، كذلك غدا ان شاء الله كاين مباراة ديال فريق الوداد امام شبيبة القبائل، مباريات قوية علما ان فريق الرجاء وفريق الوداد تأهلوا الى دور الربع نهائي ديال وصبة الابطال الافريقية. تحية كبيرة للفريقين اللي كي هزوا الراية المغربية عاليا، يعني الفريق الوداد او فريق الرجاء جوج، يعني كنقولوا مخلين الكره المغربيه يعني والرايه المغربيه ترفرف عاليه. مباراه ديال فريق الرجاء تبدا على الساعه 10، يعني قبل من الساعه 10 غادي يكون احماءات ديال اللاعبين، غادي تكون تشجيعات كذلك ديال الجماهير. شوفوا معايا العائله الرجاويه اللي خلاو المنزل ديالهم وجاو هنا المركب محمد الخامس والمدرجات باش يفطروا في الملعب. شوفوا معايا كذلك عائله رجاويه، تحيه كبيره لهذا الاب اللي جايب الابناء ديالو باش يفطروا في الملعب ويتابعوا المباراه على الساعه 10. يعني شوفوا معايا الكميه ديال الجمهور الرجاوي اللي حاضر في هذه الاثناء. الجمهور الرجاوي حاضر بشكل كبير في الكورفا سود، الاماكن الاخرى شبه فارغه كيف ما كتشاهدوا، لكن عند بدايه المباراه غادي نشوفوا شيء اخر، وغادي ننتظروا حضور الجماهير الرجاويه اللي دائما تزين مركب محمد الخامس في اجواء رمضانيه جميله. يعني بزاف ديال الناس باقي ما عرفوش واش الاذان ديال الافطار اذن ولا مازال، كاين اللي غادي ياخر شويه الفطور ديالو لان ما كاينش حتى شي جامع قريب هنا، لكن الجمهور مازال كينتظر باش يعرف واش اذن المغرب ولا مازال. تحية مرة أخرى لرجال الأمن لأنهم حتى هما حاضرين واقفين ساعات كثيرة قبل ما تبدا المباراة، حتى هما الله يحسن العوان غادي يفطروا هنا بالملعب. تحية كذلك للمنظمين القوات المساعدة لكل من يسهر على متابعة أو تنظيم هذه المباراة.
واحد الاخ كيقول لي اذن سفيان بالصحه فطورك خويا سفيان بالصحه فطوركم مشاهدي قناه شوف تي في. تحيه كبيره لجميع مشاهدي قناه شوف تي في داخل وخارج ارض الوطن. يعني بزاف ديال الناس يقولوا لي راه اذن المغرب يعني بالصحه فطوركم. بزاف ديال الناس صراحه يلاه بداو كيفطروا كيف ما كتشاهدوا امامكم في الصوره. يعني بالصحه فطوركم مشاهدينا الكرام وبالصحه فطور هاد الجماهير الرجاويه. يعني كاين اللي كيقول لي اذن كاين اللي يقول لي مازال ما اذنش ما عرفناش شكون اللي غادي نتبعوا، لكن كنظن ان الاذان اذن. بالصحه فطوركم مشاهدي قناه شوف تي في، شكرا على حسن المتابعه. وكيف ما دائما يعني حنا كنحاول نقربوكم دائما من الصوره. شكرا ميس مي مي ماي ار سي ا قالت لي بلي راه اذن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وبصحه فطوركم، وحنا مازال ما فطرناش باش نقلوا لكم هاد الاجواء الجميله والرائعه ديال الجماهير الرجاويه اللي كنعطيوها التحيه. يعني الكل الان كيفطر بصحه فطوركم وبصحه فطور هاد الجماهير الرائعه. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في، الناس اللي كيتابعوا كيقولوا لي راه اذن، شكرا لكم بزاف. يعني شوفوا معايا يعني هذه هي الاجواء، هذه هي الاجواء الرائعه والجميله اللي كيعشقوها الجماهير. يعني مخلين المنازل ديالهم مخلين البيوت ديالهم وجايين باش يفطرونا في المدرجات، لان كيف ما قلت لكم ماشي ديما وماشي على طول العام كتكون هذه الاجواء. يعني تقدر رمضان الجاي ما تلعب فيه حتى شي ماتش، يعني كاين اللي كتعجبو هذه الاجواء الجميله والرائعه. مشاهدي قناه شوف تي في، شكرا بزاف على حسن المتابعه وتحيه لكم كبيره. كنتمنوا حظ سعيد لفريق الرجاء الرياضي في هذه المقابله هذه، وانتظروني في بث مباشر اخر ان شاء الله، والى اللقاء.